أتاتورك في شركة في إسطنبول قبل مدة قصيرة جدا كانت قد تحول إلى مكان لعملية إرهابية لداعش. وفقدنا عشرات من المواطنين. نفس المطار الآن حاول الكيان الموازي أن يحتله. هل تفكرون في هذا الموضوع؟ طائرات F-16 تطير فوق مطارات ترك الدولة؟ لماذا نحن اشترينا F-16؟ هذه الطائرات. لقد اشترينا هذه الطائرات الحديثة لتدافع عن تركيا ضد أعداء تركيا في تركيا. وفي المكان الذي كنت فيه فورا إقلاع طائرة من مرمريس. ظنوا بأنني في مرمريس، وأعتقد أنهم يدركوا بأنني ذاهب إلى إسطنبول. نعم، حاولوا قصف مكاني في مرمريس. أيضا حاولوا أن يهاجموا إلى رئاسة المخابرات ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. أيضا اعتقلوا السكرتير العام، الأمين العام لمكتبي. ما الذي تريدونه من سكرتيري؟ أنا لا أعرف وضع رئيس الأركان حاليا، لا أعرف وضع رئيس الأركان، لكن أدعو من مكاني هذا، أدعو الضباط رفيعي المستوى في الجيش التركي وخاصة رؤساء الجيوش الثلاثة، أقول لهم أنا أؤمن بكم وأنا أؤمن بأنكم تؤمنون بمبادئ هذا الشعب. وأقول لكم بأن هنالك بعض الضباط تحت أمركم ممن يعتقدون بأنهم يعملون لصالح الشعب التركي، لكنهم يأخذون أوامرهم من فلسفة الشعب التركي. أنتم تقفون أمام أمهات الشعب التركي، ولا أقبل أبدا أن توجهوا أسلحتكم ضد الشعب التركي. هذه الأسلحة أعطيت لكم من قبل الشعب التركي. أنتم إن وجهتم بنادقكم وأسلحتكم ضد الشعب التركي فستدفعون الثمن غاليا. ارجعوا من غلطكم هذا بسرعة، ارجعوا. أقول لكم هنالك اعتقالات ضمن صفوف الانقلابيين، هنالك بعض ضباط برتبة مقدم وبرتبة نقيب وبرتبة رائد ممن تم اعتقالهم. جيشنا نظيف، القوات المسلحة التركية يجب أن تكون نظيفة 100%. القوات المسلحة التركية لن تتلطخ بكم. أقول لكم أن في عموم تركيا، انظروا إلى الساعة الآن 4:30، هنالك ملايين المواطنين في الشوارع، لماذا الشعب التركي في الشوارع؟ سيدي رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، أنا كردي، أنا من بنغل، وشرفي كمواطن تركي يحتم علي أن أقول لكم بأن الشعب الكردي في تركيا معكم. بارك الله بكم. هذا يدل على أن الشعب التركي قال ويقول بأننا سنكون واحدا، سنكون متحدين، سنكون كلنا تركيا واحدة. الشعب التركي الآن في الشوارع ويقدمون دعمهم لنا مقابل هذه التطورات.